مش مجرد تمنيات بل رغبة حقيقية إن يكون سنة 2000 أو تكون سنة 2014 سنة جديدة بجد، تعدي بمصر عتبة 2013 اللي الناس بصت على 2013 وقالت أعوذ بالله، حوادث كتير حصلت في مصر وأحداث كتير حصلت في مصر، وإن كان نص السنة التاني كان بيحمل الأمل لمصر في النص التاني بعد 30/6 في 2013. ولأن الفن جزء مهم من حياتنا، ولأن الضحكة غابت عن وجوه الناس وعن عيون الناس، ولأن الشعب المصري أصلا ابن نكتة، معانا واحد من النجوم اللي سطروا اسمهم بأحرف ونور في عالم المونولوج في مصر، وكان واحد من حبات العقد المصري الأصيل في النكتة المصرية الأصيلة، وإن كان غاب عنا بقاله فترة، ولكن هنعود معه في هذه الفقرة، وبنستضيف لكم في هذه الفقرة أيضا مطربة مصرية تعود مرة أخرى، حفيدة أبو العلام حمد معانا في هذا اللقاء، المونولوجيست الفنان حمادة سلطان. مرحب بيك أهلا بيك، الحمد لله بالسلامة، كل سنة وأنت كل طيب. سنة وأنت طيب، والسادة المشاهدين كلهم بخير. وبرحب بمنى فؤاد الحفيدة للشيخ أبو العلا محمد، طبعا اللي كتير مننا يعرف الشيخ أبو العلا محمد. برحب بك يا منى، وحمد أهلا وسهلا بك. الله يسلمك أستاذ حمادة. أبدأ بيك، تفضل. الناس في الهم المصري ده البسمة راحت عن وشوشه واختفت يمكن النكتة إلى حد كبير أو في حد. لا هو ما اختفتش، بس هو انت عارف حتى المقولة بتقول شر البلية ما يضحك. بس البلوة اللي احنا فيها بلوى فيها نوع من الحزن اكتر، بلوى سيئه يعني، مع ان في بلاء ربنا بيبعته للانسان كصبر، اذا احب الله عبد ابتلاه، واذا احب امه باكملها يبتليها. فنحن في حاله نوع من الاختبار للصبر، وهذا الصبر ما يجيش الا من رفع درجه الايمان، فلو اترفع الايمان هياتي منه الامان. ايمان ياتي منه من يجي من الامان، يأتي منه ايه؟ من درجة الإيمان. طب أنا لو سألتك عن أنت شايف 2013 إزاي؟ وشايف 2014 حلمك ليها إيه؟ أنا شايف إن طبعًا يعني أنا بترحم على كل الشهداء اللي راحوا، ومش بس دول النهاردة، مصر إدت كتير من ولادها. يعني أنا يعني بتاريخي عاشرت فترات كبيرة جدًا في تاريخ الشهداء، من مش عايز أقول لك من 56 و67 و73، وكنت برفع عن المرضى في المستشفيات الجرحى دولت، وكان بيجوني المرضى على سرائرهم، المعاناه كانت معاناه جامده جدا. فمصر بقدر ما بتشوف المعاناه، لكن في الاول وفي الاخر برضه ربنا بينصرها، وبشر الصابرين بالخير، يعني ان شاء الله ربنا هينصرنا نبقى زي الفل. بس احنا زي ما تقول عدم دلوقتي زي ما نقول المساحه ما فيهاش فترة زمنية ان احنا نعمل بقى الحفلات الترفيهية والحاجات دي. يعني مثلا كل كام يوم احنا بنعمل حداد، كل كام يوم عندنا مأساة. لو بمجرد ما تخلص هذه المأساة تأكد، لان احنا من حب الله سبحانه وتعالى علينا ادانا النسيان، ادانا النسيان فعلا. دي مهمة جدا، ان احنا ما اصل احنا لو كل الجروح دي فينا ونقعد كابتين 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 هننفجر. فربنا سبحانه وتعالى برضو بيريحنا، احنا الكبوة دي هتنتهي ان شاء الله على خير، وانا عندي احساس كبير جدا ببركه ربنا وببركه دعاء كل الناس. انا نفسي يطلعوا بقى يعملوا ملياريه مش مليونيه للخالق، يقولوا له انقذنا، هينقذنا. واول ما ينقذنا هتلاقاني بقى كلنا بنسخسخ وهنطلع نقول نكت وملوجات وكله، لان هتيجي تعمل حفله فين الاحساس؟ في شويه برضو، ولكن الحمد لله ربنا برضو عايز يسترها معانا باذن الله. منى قصتك وحكايتك وتمنياتك الاول لعام 2014. بص انا هبدا بقصتي يعني بصوره موجزه جدا، انه انا يعني اول ما اكتشفني في الوسط الفني وقدمني الشيخ سيد مكاوي الله يرحمه، وقدمني باعمال في الاذاعه والتلفزيون، عمل لي خدني على جناح الحنيه وانا جاني جواب، واغاني كتيره جدا، وفنان خالد الامير برضو عمل لي بشتكي لك يا قمر ويعز الحبايب، وبرضو اغاني كتيره موجوده في الاذاعه. بعد كده المرحله الثانيه عاد اكتشافي فنان بليغ حمدي عملاق النغم. انت من جيل العمالقه. انا بص انا دخلت صغيره، دخلت صغيره يعني كان عندي حوالي مثلا 16 الا. ففي الوقت ده استاذ محمد الموجي الله يرحمه قال الصوت بيثبت بعد ال 19، فمثلي فمثلت.
مثلت عملت النور فوق يثرب اخراج استاذ رشوان توفيق، كان معانا الفنانه فاديه عبد الغني والفنان احمد ماهر، وعملت بقى اللي هي دنيا لي اخراج استاذ عادل صادق، وعملت مسرحيه عسل البنات دور حبيبه محمود قابيل اخراج استاذ محمد النجار. امال حضرتك كنت فين؟ رحت المانيا بقى. رحت المانيا، اتجوزت طبعا والاستقرار وكده. اتجوزت وكده، بس يعني كنت عايشه ملكه بصراحه، بس كنت دايما بحن لبلدي. يعني انا كنت يعني مظبطه نفسي بعد ما بليغ مات، لاني زعلت عليه قوي، فقلت طب انا هسافر وخلاص هاجر. وفعلا رحت ودخلت وكنت مرشحه لجروزا سنتروم، وتعلمت شبريش دويتش وقرايه وكتابه وكل حاجه، وكنت متفوقين، وكنت مرشحه ان انا خلاص اخش اليونيفرسيتيت. فحاجه كده حصل سامسونج يعني خلاني لازم انزل. بابا كان تعبان الله يرحمه، ونزلت طبعا، فوالدي قال لي لا ما ترجعيش تاني، فتوقف. فقعدت بقى، قعدت بقى. بالك قد ايه في مصر؟ لا بقى لي من 2009 تقريبا. الفترة دي كلها ما فكرتيش تقدمي حاجة للناس؟ لا قدمت، قدمت مستحيل الحان استاذ وليد سعد، وبتيجي في مزيكا وزوم وميلودي اللي هي بالقطة البيضاء والطاقية، وكنت مصورها في اوروبا. مستحيل ابعد واسيبك. كلمات هاني العشري، وقدمت حد يروح له برضو حاجة كده برضو خفيفة. قلت لي قبل ما نطلع الاستاذ حمادة كان حريص يقول لي ده حفيد الشيخ ابو العلا محمد. ايوه ابو العلا محمد ده كان ابو العلا من علامات الفن ليس في مصر فحسب ولكن في المنطقة العربية. هو بص، هو جدي طبعا كده انا فخور هو جدي، هو جدي لامي. اوكي. بس يعني هو توفى وامي كانت صغيرة، لان الشيخ ابو العلا محمد الله يرحمه كان متجوز ستي صغيرة. يعني كانت اخر واحدة اتجوزها. فطبعا والدتي، هو توفى والدتي كانت صغيرة، بس والدتي كانت صوتها جميل جدا. تمام. فكانت بتحكي لي عنه، كانت دايما تغني اغانيه. كان يعني ده هو ده هو ليه اغنيه كمان اغاني، يعني ماما كانت بتغنيها بس عشان في العيله يعني محافظين وكده، فما كانتش تقدر ان هي تغني يعني. فكانت دايما تغني لنا الاغاني بتاعته. في اغنيه كنت بحبها قوي، مش موجوده، مش موجوده في غير الصب تفتح عيونه وامانه ايها القمر وحق انت المنى والطلب، حاجات الجميله اللي عملها السيده ام كلثوم. وطبعا هو اللي اكتشفها وهو اللي جابها وهو اللي قدمها وكده، كانت بتحبه جدا. عمل يعني الاغنيه دي احب اغنيها قوي قوي يعني في البيت، لو تحب اسمعك حاجه منها. سمعنا يعني، بس سمعنا اغنيتك الاول المغنيه بتقول لي لا اغنيه اللي هي الوطنيه. انا عملت اغاني وطنيه بعد ما رجعت بقى، عملت بقى الثوره لما جت، عملت بقى اغاني وطنيه، عملت ليا مصري الحان فنان. يعني ايه ليا مصري؟ بتقول لي الكلام. طب نسمع ليا مصري. بتقول ليا مصري، مصر قويه محروسه دايما، دي ام البلاد. انا عملتها قبل ثوره 30 يونيو على اساس الناس كانت خايفه تنزل، والاغاني بقى كلها حزن وبتاع، واحنا كنا تعبانين. فطبعا كان لازم ايه ان انا اديهم امل وتفاؤل، فكنت دايما بذاعها في الاذاعه وفي التلفزيون. طب نسمع ليا مصري بعدين ندخل على الشيخ ابو العلا بقى نستمتع بال. اتفضلي يا فندم. مصر يا املي يا ضيعناي، ام الدنيا يا غالي عليا، يا اعظم امه خلقها الاله، يشهد عليك ملوك الفراعنه.
حبيبي شمسك هواكي ترابك دماس مصر يا بلدي يا أرضي يا عرضي تهون علي روحي عشانك يا أمي لا 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 لا, لا يا مصري لا 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 لا, لا, لا يا مصري لا جميل منى ما شاء الله عليك ده كلام جميل الكلام جميل واللحن جميل انما يعني ارجع للاستاذ حماده وهرجع لك تاني ان شاء الله واخدك في الشيخ ابو العلا في الركن بتاع الشيخ ابو العلا ازاي اتاثرت بيه استاذ حماده انت قلت لي ان الضحك اختفت من الناس بسبب الهموم اللي الناس عايشاها لكن قبل كده كان ب10 سنين برضو الناس كانت عايشه طاحونه الحياه مدوره الناس قول لي بقى ما فكرتش اقدم حاجه تاني لا ما انا هقول لسيادتك حاجه هي المساحه الزمنيه اصلا في مخ الانسان من اكتر من 30 سنه فاتوا وده دليل نجاح النكته السريعه اللي انا عملتها لان عشان يعني زمان كانت النكته حكايه كان يقول لك كان في مره واحد مش عارف ايه وبتاع مين عنده استعداد انك انت تستقطب جزء من مخه وتحكي له بقى 200 نكته ل 500 نكته من اللي انا بقولهم مش ممكن لان الناس كلها دلوقتي عايزه كل حاجه تيك اواي تك 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 ولذلك ده ارتفاع نسبة العشوائية ده اللي خلى العشوائية تشتك يعني بقت كل حاجة يقولك ايه اصل مش عارف ايه امشي عكس الطريق وعشوائي وبتاع لا لا السرعة برضو لما تكون منظمة هيكون رد الفعل بتاعها كويس فالنهاردة حضرتك الانتاج قل ليه يعني مثلا لو جينا نظرنا الوسط الفني هتلاقي في الوسط في النهاردة فنانين بيقدموا الانتاج بتاعهم للإذاعة مجانا فاللي عنده اللي عنده بيقدر يشتغل واللي ما عندوش يعني اللي معاه اللي ما معهوش ما يلزموش دي النظريه وانا قابلت احد مسؤولين الاذاعه ذكر كان رئيس الاتحاد هنا بقول له يعني انا بقالي 5 سنين ما عملتش كذا قال لي حماده بتجيني الاعمال لغايه عندي مجانا هنتج ليه؟ واحنا وانت عارف برضه ميزانيه الدوله محدوده لكن انا يعني انا وعشان كده انا اتجهت للمسرح انا بقالي 5 سنين دلوقتي مسرح بطلع من الروايه وخش الروايه الحمد لله واخر رواياتي النهارده اخر يوم في العرض بتمثل عجائب الزمان في البالون مسرح الدوله كله مسرح دوله انا ما بحبش اشتغلت قطاع خاص مسرحيه واحده في الثمانينات لكن ما بحبش انا اسفاف الشغل بتاعي طب المونولوج كفن بعيدا اذا كانت النكته عندها ازمه في انها تطلع دلوقتي وبقت في بيتاخد في لحظه المونولوج كفن برضه ما بقاش له تواجد بشكل زي ما كنا بنشوفه زمان ما هو مش متواجد اصلا من الاصل لان الاغاني كلها دي مونولوج لو احنا صنفنا المونولوج اصلا علميا من الموسوعه هو نوع من انواع الغناء نعم نوع من انواع الغناء بس المعامله بتاعت مصر يقول لك ايه ام كلثوم هتغني مونولوج عبد الوهاب يغني مونولوج الناس تستغرب ما تستغربوش مونولوج اللي هو زي الغنوة الخفيفه ما كل الغنوة الخفيفه دي مونولوج لكن هو المشكله كلها ايه ودي ياما انا اتكلمت في الاعلام هنا وبره مصر يا جماعه وظفوا المونولوج حطوه على الخريطه عاملوه زي او تعاملوا معاه زي الاغنيه ما هو لو تعاملت معاه لكن لما تيجي الاذاعه مثلا تلاقي لك 4 مونولوجات الساعه 11 الصبح الناس كلها في شغلها مين هيسمعنا لغايه دلوقتي ما اتعملش مونولوج فيديو كليب لغايه وقتنا هذا عشان كله ده كله ده ممكن لازم يتعمل واحنا عندنا يعني انا عندي مونولوجات والحان ناس جامده انا عندي الحان من منير مراد وعبد العزيز محمود ومحمد قاسم حاجات كلها على مستوى انا مغني لعبد العزيز سلام انا الوحيد اللي اشتغلت مع ام كلثوم انا الوحيد اللي رحت غنيت في قريه في جزيره شيس اللي اتنفى فيها في ساعه زغلول يعني ليا تاريخ فن فين هو ده مين يعمله لي انا ما اقدرش لوحدي في زحمه شغلك في المسرح الدوله تقدم حاجه جديده حتى لو هتاديها على المسرح انا كنت بقول موال لشفيق جلال كان بيقلب الدنيا لانه كان ماشي مع سياق الروايه يعني طبعا مش عايز اقول زمايلي وانا ما بحبش حد يزعل مني حسيت يعني انت عارف الغيره الفنيه مطلوبه فلما بحس ان في نوع من القلق انا اللي بنسحب لان اللي بنسحب ليه بدي رحمه الله هما اللي قبل مني اللي بعد مني ممكن يستفيدوا بانسحابي لكن انا مش هنضر في انسحابي مش هنضر في حاجه لان قيمتي محفوظه ووضعي محفوظ الحمد لله والتراث اللي انا عامله للشباب وللاجيال انا طلعت من عبايتي اكتر من 50 60 مونولوجيست و 99% من فنانين مصر في كوميديات اتحدى قول لي بقى محدش منهم ما قالش نكته من عندي ما انا كل بقول لك كل ده عشان تجرني تقول انا هقول لك كذا دلوقتي لا واحد لا برغوته فرس السنه مش انت دي المفروض بتتقال الساعه 12 مره قلت نكته مع مخرج طبعا ده رئيس كبير دلوقتي وكانت ايه الساعه 12 وكانوا جايبين لي بتاع انا ما رضيتش عملتها له مفاجاه يعني قلت لهم هاتوا لي واحد شاي بس عشان اشربه فجابوا لي الشاي فالساعه 12 فانا ماسكه الكوبايه
فبيقول لي النكته ايه؟ فبيقول له واحد ماسك كوبايه شاي فواحد بيقول له الساعه كام؟ قال له الساعه 12 ورحت قالب كوبايه شاي وقعت على هدومي. يعني هو بيقول له الساعه كام؟ قال له الساعه 12 اتقلبت راحت راحت طالع على طول ايه؟ اللي هو السنه الجديده ده كان المفروض تقلب ليه الساعه 12 ومعاك كوبايه شاي وقلبها في الترابيزه دي. بقى في صعوبه في انك تالف او تجد مؤلف ليه النكته؟ لا انا ما استناش حد، انا بقى لي 40 سنه بكتب نكته لمصر والعالم العربي كله. تمام. الحمد لله. بس هو الانفعالات دلوقتي يعني زي ما تقول ايه جوانا في نوع من يعني مش عايز اقول احباط، هو حزن لكن حزن. هو حب يعني احنا كل يوم بنقوم على احداث بنقول يا رب احنا عايزين نخلص مع بس انا متوقع درجه الايمان لما تترفع كل شيء له نهايه. طب انا عايزك كل شيء له نهايه. انت قلت لي انك بتغني في الروايه دلوقتي موالي شفيق جلال، ما تقوله يعني ده خطير قوي الموال ده لذكرى. اولا انا يعني انا قابلت في اكتر من مناسبه جلال شفيق جلال ابنه ما قابلني قريب بيغني يعني بس لسه برضه رغم انه بقاله فتره طويله جدا ومعتمد في الاذاعه ما بس ما حدش مش عارف هو ارهي ارزاق هو لا أرزاق. هو كان الولد يعني كان تعب ابوه شويه كده بتاع بس هو يعني استقر دلوقتي وربنا يصلح حاله. اما ابوه طبعا ده راجل من الناس. اولا شفيق جلال ده ما كانش يعدي يوم الا مطلوبني في التليفون ازيك يا ابو منسى. عندنا مخرجه بتقول لي 6 دقايق لغايه الاذان، هسمع منك جزء واسمع منها ابو العينه محمد تاني ما اقدرش. اتفضل. الموال هو انا كنت موظفه على الغين عن المسرحيه اسمها عجايب الزمان. فانا بقول لي عجبي عليك يا زمان فيك العجب كله وعجبي خسيس قال الاصيل تعالى عندنا خدام تاكل وتشرب وتبقى من جملة الخدام. ضحك الاصيل وقال عجبي عليك يا زمان حوجتني للخاين واللي ملوش امان ده انا اطلع فوق جبل عالي ياكلوني حدا وغربان ولا يقولوش الاصيل عندي الخسيس خدام. الله الله. منى ارجع لك قولي لي بقى تاثرتي فقط بما مامتك قالت لك عليه من الشيخ ابو العلا محمد وبس ولا ايه بيغني ما لا ما بص انا هقول لك بالنسبه لجدي انا كنت اتمنى اشوفه طبعا بس طبعا يعني هو اصلا اتوفى ووالدتي صغيره يعني حتى والدتي حتى ما لحقتش تنعم بحنانه. عايزين نخش نسمعك على طول في حاجه من اللي هي كانت ماما بتغنيها لا او اللي انت حباها تغني لاي حد. هي كانت بتغني اغنية عجباني قوي لجدي تقول ايه نسمع يا شيخ بلال اتفضلي يا فندم. عايق على خدك شامة عايق على خدك شامة وعنيك ايامها ياما بلا عين يلا السلامة وصاني على خدك حسنة وطبع الحسن حاجة تجنن اسمح لنا اقول لك باستثناء يا حبيبي الله يحنن عيق وشك بالقوي املك ساعة تتلوي ونلاموا عليا ملامة بلا عين يلا السلامة. كميل. ده كان شكل الأغنية زمان قوي. أيها. لكن لما بتشوفي بنات جيلك وبعديكي وبعديكي وأجيال أخرى طلعت وبتغني منى فؤاد ما بتفكرش إنها تعمل أغنية جديدة عملت تعلق مع الناس؟ عملت اغنيه اسمها كبرت دماغي. كبرت دماغي يا عم لا نار ولا هم وحرق الدم ولا حزن خلاص بيساوي ونسيت في كوكتيل مع سعد صغير يعني خفيفه كده بس يعني من اللي انت بتقول عليه. منى حلمك ايه؟
بعد ما رجعت. بص انا عايز اقول الاول حاجه مهمه، ان انا الاحداث الجميله اللي حصلت في 2013 خروج الناس بالملايين للتخلص من حكم الاخوان، ثم وقوف سياده الفريق اول عبد الفتاح السيسي، تحيه اعزاز وتقدير ليه، وكل سنه هو طيب، وكل ضباط الجيش المحترمين الشرفاء، وكل ضباط الشرطه الشرفاء بخير وسعادة وسلام إن شاء الله، مصر قوية رغم أنف الحاقدين. وعايز أقول إن ده أحسن حدث حصل في 2013، وعايز أقول كمان إنه كان فيها أحداث مؤسفة، ولكن لازم كل شيء له تمن. يعني إحنا بنقدم دم، ولكن في سبيل حرية مصر، فلازم نكون حاطين ده في الاعتبار. الحمد لله إنه جه بأقل الخسائر الممكنة. عملت أغنية ده؟ عملت سميتي. عملت انا مصري واخويا مصري ودي ارض بلادي وعرضي. عملت ايه تاني؟ الجيش المصري حماكم وصانكم بوقفه حره، لبالكم طلبكم، مصر امانه جوه عينيكم. دي الله عليك يا مصر. لا دي الله عليك يا مصر عملتها بعد بقى النصر، بعد ما ما استردنا مصر، عملت الله عليك يا مصر، مصر السلام والامان، هم دول ولادك يا مصر. طب دي كلامي كلمات ولحني مين؟ الاثنين كلامي ولحني. كلامك ولحنك كمان؟ كلامي يعني انت ملحنه كمان؟ طبعا. وصحفيه ابو العالم، صحفيه وعضوه في حزب مصر القومي. وخدت المعترك السياسي بعد ثوره 33. طب نسمع منك. الله يعينك. الله عليك يا مصر. مع المخرجه مع الشريط معاها. ولا الله عليك يا مصر. الله عليك يا مصر. مصر السلام والأمان، هما دول ولادك يا مصر. الله عليك يا مصر. الله عليك يا مصر. مصر السلام والأمان، رفعوا العلم، سطروا بألم، أحلى طريق أخي وصديق وسط الحريق، بان الطريق شافوا الميدان، علوا الكلام، خلوا الميدان عنوان. الله عليك يا جميل يا منى. الله عليك يا مصر، والله عليك انت كمان، والله على الاستاذ حماده. ان شاء الله سنه 2014 تبقى سنه سعيده على كل المصريين ان شاء الله. وانا متفائله لاقصى درجه على فكره. منى متفائله جدا. ما فكرتيش تتعاوني مع حد غيرك؟ يعني انت بتشتغلي كلمات وعشان لا ده هي ده في الاغنيتين الوطنيتين بجانب الاغنيه بتاعت الفنان مليح حمدي اللي قال لي لما مصر تمر بازمه، وكان عامل لي اربع الحان، فلا يا حبيبي هو اغنيه عاطفيه، فانا قال لي غني لمصر. بعد كده تعاوني طبعا مع استاذ وليد سعد، عمل لي مستحيل اللي هي الكليب اللي بتيجي في فضائيات عاطفيه، وعمل لي في المستحيل ودمع فنديلي طرب. ممكن اسمعك مستحيل او دمع فنديلي اللي على هواكي. مستحيل ابعد واسيبك، مستحيل حبك يهون، مستحيل مستحيل ابعد واسيبك، مستحيل حبك يهون.
من بعيد الشوق يجيبك مهما يحصل ويكون مستحيل 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 مستحيل. ما فكرتيش تلحن لحد غيرك؟ لا ألحن لحد غيري. هو أنا كنت عاملة لحن كان خليجي شوية اسمه أنا بالله ما بقدر، بس ما كانش كلامي، كان كلمات جمال السيد. فكان في الفترة دي كنت قبل ما أسافر، فسميرة سعيد كنت بسجل لحن في هناك في الاستوديو هاني مهنا لما كانت متزوجة بالفنان هاني مهنا، فسمعت المزيكا كنت قبل ما أحط صوتي عليها، قالت لي الله اللحن ده جميل جدا. كنت عاملة جايد مين؟ سميرة سعيد. قالت لي الله يخليكي عايزة اللحن، قلت لها أنا ما أعزوش عنك، بس هو كان متنفس. ما هو اسمعني بقى، هي بقى ما صدقتش انه لحني. قلت لها لا ده لحني. فقالت لي طب انا عايزه اللحن ده. فهاني مهنا في الوقت ده كان عايز ياخد اللحن لسميره، وكان مستكتر التكاليف لان كنت انا موزعاه فنان طارق عاكف. كان عامله توزيع تحفه جدا. قال لا انا هعيد توزيعه وبس. ايه قلت له لا ما هو انت كده هتعيد توزيعه، انا مش عايزه اجري للحن، يعني انا بديه لزميلتي بس انا عايزه التكاليف بس اللي انا بس توجه كويس انك تلحن لغيرك اللي انا هتلحن لنا ان شاء الله. لا ما انا عايزه اكمل لك النقطه دي. قلت له التكاليف اللي انا كلفتها اديهاني. فقال لا ده كتير، ده طارق عاكف خد مني كتير. قلت له لا معلش انا مش هبقشش عليك وعلى سميره سعيد. فراحت اخذت هي من يوسف وما زال اللحن معاكي مش كده؟ انا غنيته بقى. غنيته بس اسمع الاستاذ حماد الاول. شفيق جلال الله يرحمه بقول لك، واحد بيقول لبنته جالك عريس لقطه، قالت له ما اقدرش اسيب امي، قال لها خد امك معاك. بقول لك واحد عدى العيب استنى اللي بعده. واحد رمى على مراته اليمين ما جاش فيها. اتنين ستات فاتهم قطر الجواز عملوا اعلان، كتبوا في الاعلان الاولى للزواج والثانيه مجانا. دي بقى دي انا بحبها النكته دي، بحب اضحك عليها بيني وبين نفسي. نفس اتنين ستات فاتهم قطر الجواز اتفقوا مع بعض، هتلاقي بصي احنا نمشي على الرصيف، انت تاخدي الرصيف اليمين وانا الرصيف الشمال الصبح بدري. اي شاب يقابلك تص فيه ان كان عندك او عندي، ما تسيبوش الا لما يتجوزك بالعافيه كده. فاللي على الرصيف اليمين قابلها شاب زي الفل، قالت له بص احنا متفق انا وصاحبتي مش هسيبك لازم اتجوزك. قال لها انا اتجوزك انت؟ ده انا اتجوز كلب ولا اتجوزكيش. الثاني على الرصيف الثاني تقول هاو هاو. جميل يا سامر. هو النكته اداء. اذا كانتش تتادى سليم الفيل ان بتاعها ما يستطعموش اي حد. الحمد لله. وانا على فكره يعني انا مثلا في المسرحيه انا بس واحد بلدينا بوظف ساعات النكته من خلال الديالوج المسرحي اللي انا عامله. يعني انا بقول له مثلا بقول لي اسمك ايه؟ اقول له ما فيش اختيارات. بقول له اسمك ايه؟ انا بقول له ما فيش اختيارات. حاجات كده. واللي مثلا اللي اتجوز على مراته طلعت هي. اتجوز على مراته طلعت هي. طب يا استاذ حماده بالنسبه للغنى اللي كان المونولوج اللي كان بيتناول سلوكياتنا بيتعرض لها بالنقد، شفناها في حضرتك وشفناها في اسماعيل ياسين وشفناها في عظام قدمه الفن المصري. قلت زمان سلطان زماني، انا عايز سلطان زماني، لا بعيب وافتن على حد ولا وقع واحد في التاني. دي كتبها لي سعد عبد الرحيم من احسن كتاب الملوك اللي كتب لاسماعيل ياسين دنيا عجب، دنيا مش هتكسب والناس تعرق ولا تكسبش دنيا كده. الناس دي ما فيش دلوقتي كتاب الملوك حتى اللي يكتبوا. ما ده السؤال كنت اسالهولك، احنا عندنا دلوقتي عجز او فقر في كتاب الملوك اللي كانوا بيكتبوا هذا اللون من انواع الفن لناس كانت بتطلع علقت مع الناس. اتفرج على فيلم اسماعيل ياسين واتفرج عليه تاني وتالت وعاشر هو ونفس الحب اللي انا بتفرج بيه هو ما التداخل المادي في حياه الناس اثر. النهارده كله عايز يعمل تيك اواي زي ما بقول لحضرتك. يعني مثلا انا مثلا عملت مونولوج زمان، خدت بال سعادتك للشاعر العظيم عبد العزيز سلام وهو اللي اختار ان انا اقوله. كنت بتكلم فيه عن المراه وتحرير المراه، بنقول عهد البراء انتهى وادي بناتنا بتشتغل واللي انا اتجوزتها رايحه تشاركني في العمل. كان اول لحن الفاروق سلامة الملحن بعد اول ما اشتغل ملحن يعني. هو كان طبعا عازف مع السيده ام كلثوم. فالمونولوج موجود. لما رحنا الثوره الخضراء لما الرئيس سادات الله يرحمه اختارنا كنت انا من ضمن الفنانين اللي اختاروهم، كانت مجموعه كبيره جدا. انت ياما الله يرحمه سادات كنت صاروخ الاغنيه معروف. ان حسن سلطان كان منزل مال السوق شغل وقلنا
بص بعينك شوف المصري راجل همة وجد وعصري راح على الصحراء يبني ويجرى ويبني ويجمع ويزرع فاكهة وورد. ليه ده الشاعر ده عمنا مكاس ده من اسكندرية انفعلوا بالحدوته بتاعت المشاهده زراعة بتاعت الصحراء وحصل غزو للصحراء. النهارده الاغنيه توظيفها لما يتوظف اعلاميا ده نوع من الترشيد للناس والتنوير. لكن النهارده لما اجي اسمع غنوه يقول لك مش عارف سجاير ومش عارف ايه ومخدرات وبتاع ما ينفعش. يعني حتى انا لما عالجت القضيه في حكايه تعاطي المخدرات كنت بقول المخدرات دي من يعني انا لما بقول نكته مثلا واحد بيشرب مخدرات ولا بتاع انا بقولها له مش بطريقه شتيمه نقد او سخريه عليه تقويم سلوك هو خليه يضحك وينبسط بس بينه وبين نفسه يعاقب نفسه ان ده غلط. انا نتمنى يا استاذ حماده اشوفك مره تانية وانت بتقدم لنا نكت الناس كلها المصريين يضحكوا عليها ويفرحوا بيها بعد مرور هذه العتبه انت ما شاء الله مصر تعديها على خير يا رب ان شاء الله. انا مجهز البوم بقاله سنه بس ربنا سهل كده وربنا يكرمنا بمنتج يعني قايس كده وهكسر مصر يعمل لك باذن الله. الفنان والمونولوجيست عون سلطان شكرا جزيلا لك ونورتنا في صباح القاهره. المطربه منى فؤاد المطربه الملحنه الصحفيه منى فؤاد عايز اقول بس شكرا قبل ما تختم حضرتك ان احنا عاملين حمله تمرد لترشيح الفريق السيسي جامعين 7 مليون مع مسعد المصري استاذ محمد السيد. بشكرك ومعاكي كلنا بشكرك مره ثانيه واسمحوا لنا نرفع الاذان. بشكركم مره ثانيه ان شاء الله وفي صباح الخير مستمر معكم ولكن نرفع لاذان الظهر الذي حان موعده الان حسب التوقيت المحلي للقاهره.